طبيعة البروتوكول الصحي وحماية من كوفيد 19 عملية توزيع مجموعة ديال الكمامات اللي كنا بديناها و سي فقائد مشكورا جميع جون فرح في الإطار هذه العملية هذه تسمى العملية والاستمرار ديالها ومن أجل يعني أننا نحمي أنفسنا ونحمي كذلك معنا الأسرة ديالنا والعائلة ديالنا المسألة ديال التبعات اللي كنقولوا كمان خاصها تكون كما قلنا ماشي غير في القاعات وفي الساحة ولكن ستكون كذلك حتى في التجمع ديالكم خارج المؤسسة في الطريق اللي بغيتو ديرو ولا غير ذلك. Abonnez-vous à la chaîne YouTube et partagez la vidéo dans votre forum ou en vous sur le chimérique. Maintenant, je vous dis le j'aime, vous tournez la jarre, vous êtes comme j'ai dit.